ليس فتحنا ليس بكل مش نفهم طلو نفتح سرتي لي تضغط ولا نغلى بس ما نش الروضة وكل شيء المدرسة إدارة 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 الروضة نفسها إدارة المدرسة إذا نيت استاذة من شكل شيء يكون مش جاهزات وما شاء الله الأمور تمام جد شاء أسبوع كذا أسبوع كذا يعني إيش هدف غمارة الروضة مركزية بس الوحيدة اللي تخدم تفتح روضة تيتيوب مسطلة العمل ديما شم إدارية إدارية غرم لسوق الإجازة شهر 45 يوم التحويل وقت التحويل بمديري أو مديرات رياض الأطفال بالمنطقة هم عدد 5 رياض الأطفال بالمنطقة وتطرقنا إلى بداية العام الدراسي اللي هو يوم 14-11 بيكون يوم الغد إن شاء الله ويكون الافتتاح إن شاء الله بداية من الساعة 9 صباحا لاستقبال أطفالنا برياض الأطفال ويكون إن شاء الله يوم مفتوح يعني تطرقنا إلى كيفية اليوم المفتوح ماذا نقدم لأطفالنا في بداية اليوم الأول وكان التفاهم وكان الاستجابة من مديري الأطفال على أحسن ما يرام إن شاء الله أهم النقاط اللي تم مناقشتها خلال الاجتماع مناقشة بداية عام دراسي الكتاب المدرسي إن توفر من وزارة التربية والتعليم العهد المالية أو الأقساط التي تجمع من الأطفال ما كيفية عملية الصرف العجزات سد العجز تكليف المعلمات ومربيات أطفال على الفصول المراحل يوم الغد إن شاء الله التمهيدي يعني بنقوله التمهيدي للسنوات النقل جميعها الصف الأول حني في بداية كانت الوزارة يعني إحالة لنا رسالة من الصف الأول إلى الصف الخامس مع رياض الأطفال وتفاجأنا أن يوم أمس بانطلاق لجميع المراحل اللي هو تمهيدي وفي خطة دراسية وتم توزيعها على المدارس ما هي الدروس التي تعطى خلال هذه الفترة والبداية الرسمية هي اللي بتكون يوم 5-12 إن شاء الله.